بحضور معالي الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وسعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة، تم صباح اليوم افتتاح المكتب الرسمي للمنظمة في مملكة البحرين. هذا وقد أكدت وزيرة الصحة أن افتتاح المكتب سيعزز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، كما يعد إضافة نوعية للقطاع الصحي في المملكة. في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود والتعاون في مجال الصحة العامة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، افتتحت منظمة الصحة العالمية مكتبها في مملكة البحرين لتطوير سبل التعاون المستمر في القطاع الصحي. أهني مملكة البحرين ملكا وشعبا على ما تم تحقيقه في مجال الصحة. اليوم اللي سمعناه الدل على تبوء مملكة البحرين مكانة محترمة من قبل الجميع. قام بزيارة ميدانية بالأمس، واليوم بيّن مدى إعجابه بكل المبتكرات اللي تمت العمل بها، تم العمل بها خلال مرحلة مواجهة الجائحة، تجعل كل بحريني فخور. طبعا هذه التعاون بين مملكة البحرين ومنظمة الصحة العالمية بيكون هناك نقلة نوعية بخصوص تبادل الخبرات بين مملكة البحرين وجميع الدول الأعضاء التي تنطوي تحت منظمة الصحة العالمية. وأشاد المدير العام من خلال زيارته بالإنجازات، وأشاد بتجربة البحرين في مكافحة كوفيد-19، وهذه بفضل من الله، بفضل قيادتنا الرشيدة، بفضل الفريق الوطني برئاسة سيدي سمو رئيس الوزراء الموقر ولي العهد، وكل الإنجازات اللي تمت من خلال وضع الخطط الاستباقية والاستراتيجيات والبروتوكولات، واللي وصلتنا الحين احنا الى هذه الأعداد اللي هي قلت في مملكة البحرين، وصلنا للإشارة والمستوى الأخضر. الشمولية المتبعة في تطبيق قرارات القطاع الصحي حققت زخما مهما للنشاط القائم في هذا المجال، وسلطت الضوء على مزيد من فرص التعاون ضمن الخدمات الصحية وملامح النظام الصحي. أهداف منظمة الصحة العالمية بتكون في لها سفير، بيكون لها كأن ممثل في مملكة البحرين، ينقل تجربات البحرين وينقل تجارب العالم كذلك إلى البحرين. ومن الجميل أن تكون هذا المنظور برؤية مشتركة بيننا في مملكة البحرين وبين يعني دول العالم بما يمثل هذا المكتب. فهو التغيير الإيجابي اللي بيكون فيه ان احنا عندنا اهداف عالمية نسعى مع منظمة الصحة العالمية بنشرها بتقييمها، حتى وضع الأطر الكبيرة خلينا نقول على اساس تطبيقها. وهذا المكتب يعمل مع كل الشركاء، مع وزارة الصحة، مع كل الوزارات، مع المؤسسات الأممية، مع المؤسسات الأكاديمية، نحو صحة شاملة، ونحو أيضا تسجيل وتوثيق لكافة احنا بنقدر نحكي لكافة الإنجازات في البحرين، الإنجازات الصحية التي البحرين تقدمت بها ليتم تصديرها للمنطقة والعالم. منهج الرعاية الصحية المتكامل مستمر منذ أول انطلاقة لهذا القطاع الذي يسخر بالأيادي والمبادرات الوطنية الرامية لمواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة. النجاحات المتتالية للقطاع الصحي تصدر وبشكل أكثف منذ هذه اللحظة التي أثبتت الدعم اللامحدود والمستمر لهذا القطاع المدعوم باستراتيجيات متجددة تناسب تطورات العصر. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.